واجبات العمرة. عمرانن واجب لارا. الواجب الأول الإحرام من الميقات، لابد أن يحرم من الميقات المعتبر. إن برنشين ده واجب أول ميقاتان إحرام واكرو. يعني عندنا الآن هنا في المدينة مثلا يحرم من أبيار علي ذو الحليفة. مدينة ميقات ذو الحليفة اسم الميقات. الواجب الثاني من واجبات العمرة وهو الأخير. هم يكنشو واجب بالطرينة خامل إن صنبسة. بالنسبة للرجال الحلق هو أفضل أو التقصير يقصر. يرطل رجلين ده ششنا بلاشكا أو سنة بلطرة قروين ده يكين ده قصقرتو. أما المرأة تقصر فقط مقدار أنملة يعني رأس الإصبع. نعم. أما خاتم قصغين ده هو بر بارماق إشغنا болып тұра енді аларға нашын қарлық шешілерін жиып алады шушы бір бармақ үшін айынды қысқарту сүннет болып тұрады.